بعد ساعات سيتغير المشهد هنا، إغلاق لهذا الجانب واكتظاظ في الجانب الآخر لأجل الصيانة، لكن الأمر الذي أثار غضب الكثيرين بأنها تزامنت مع امتحانات الطلبة. الأول من حزيران هو موعد الإغلاق وموعد الاختناقات المرورية أيضاً، فقبل أن يأتي هكذا كانت آراء الشارع. والله تصير ازدحامات وتصير الشارع يعني فضاء على الازدحام يصير، لو يجلونا فد ورا الامتحانات فد 3 أيام 4 أسبوع، يعني هسه ذا ينسد تقفل فردنا، خاصة محمد القاسم يعني هو الشريان الوحيد يعني تجي لنا هذا المحافظات. إذا قطعوا الطريق السريع مال محمد القاسم أولين راح يصير ازدحامات، لأن احنا عندنا خطوط زين، منين راح نطلع؟ وين نروح؟ زين شلون راح أوصل أنا الناس للمكان اللي يردونه؟ إذا طريق مسدود سووا لنا علاج، سووا لنا طريق. لم يقتصر الاعتراض على السائقين، بل ضجت مواقع التواصل بتعليقات تطالب بتأجيل موعد الصيانة إلى ما بعد امتحانات الطلبة، كما وصفت خطط الأمانة بالمتخبطة الخالية من الدراسة والتخطيط. احنا دائما للأسف اكو تلكو عند كل مشاريعنا الحكومية الخدمية، دائما تكون في مضرة المواطن وليس في مصلحته. المفروض يشتغلون بالليل او يعني يشوفوا لهم بالعطلة المدرسية، يعني لازم يسوي لهم برنامج عمل، لان احنا مرت عندنا دائما في التجارب بهذا محمد القاسم وغيره قطع الشوارع يعني تأثر سلبا على الناس. لازم اوصل بغداد تكون من وقت لازم اوصل الطلاب، لازم نخلونا برا الامتحانات فد 3 أيام 4 أيام يلا يقدر يسده. أكثر من مرة يقطع فيها هذا الطريق بذريعة الصيانة، لكن لا شيء يذكر ولا أي آلية تعمل به، الطريق كما هو. وهذه المرة وضعت الاستعدادات وأعدت الخطة بانتظار أن ترسم مشهد الزحامات والاختناقات ما لم يؤجل موعدها. عمار غسان، قناة الرشيد.